ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سيداتي ساداتي آنساتي، معانا سيارة جديدة. السيارة هذه ما هي جديدة تماما، اللي معانا البي واي دي الاس 7 الاس 7، هذه الفيس ليفت. عم تعرفوا دائما نتكلم في كل سيارة لها عمر، فمنتصف العمر، كان سيارة عمرها 8 سنين أو 10 سنين أو 4 سنين، في منتصف عمر السيارة بيعملوا لها عملية شد وجه، عملية تجميل وإضافات بسيطة. معنا الـ S7 الـ 2018 مع عمليات بسيطة، رتوش بسيطة تجميلية، مع إضافة فئة ثانية مواصفات أعلى. فكانت الموجودة أول بحوالي 75 ألف ريال، كانت فئة واحدة، الآن صارت بـ 75 وفيها فئة ثانية بـ 85 مع إضافات جديدة حقت عملية منتصف العمر. خليكم معنا اليوم نشرح لكم على السيارة، فيها مواصفات حلوة. الآن الله يسلمكم، السيارة إكمالا للحلقة الأولانية اللي وريتك شرحناها قبل فترة وكانت على الـ S7. السيارة هي Lexus LRX بنا الشكل القديم، أخذوا الشركة نفس الشخصية خط الإنتاج ونقلوه بصنع السيارة. الآن المحرك اللي عليها نفس المحرك القديم، 2 لتر توربو دايركت فيول إنجكشن، بخ مباشر، 230 حصان، والعزم 320 نيوتن متر. ابتدي معنا من 1400 دورة لدورات أعلى ثانية، بحيث أنه من 1750 دورة عفوا لغاية حوالي 4000 وكسور دورة. الفكرة أنه بتدي السيارة عزم متواصل وسريع مع التوربو من أقل درجات ممكنة. السيارة ما زالت دفع أمامي، للأسف ما يوجد منها دفع رباعي، 6 سرعات الجير بوكس، وعندنا حفلة إرباكات كاملة، مواصفات جميلة. هذا الجير بوكس دائما كنت أتفرج كده أقول له عامل زي الديسكو، بيقعد ينور كده جميع الأنوار، شكله ظريف، لمبات LED. الآن إيش الإضافات اللي تمت على 2018؟ في بعض التجميل الأمامي والخلفي، في عندنا الله يسلمكم خصوصا في اللمبات، وفي عندنا كمان عملية الاوتو ديسند، عملية الصعود تثبيت السيارة إذا واحد طالع في طلعة أو في نزلة على جبل على تل، حتى في كوبري تثبت السيارة نفسها إذا واحد رفع رجله عن الفرامل أكرمك الله، بتوقف السيارة فبتريح السواق. وإضافة بسيطة كمان في الفول أوبشن، في عندنا تشغيل السيارة من بعد بالريموت كنترول من المفتاح، بتشتغل معك السيارة بحيث أنه تبرد لك التكييف يشتغل معك أو التدفئة إذا احتاج، حبل ما تنزل السيارة تكون من جوا الجو مناسب. هذا على سلمكم مفتاح السيارة أهو، شكله جميل، الزرير هي قفل فتح الشنطة وتشغيل معه. نفس الأولانية طبعاً، السيارة 3 صفر ركاب، 4835 1835 1855 و1720 طول عرض ارتفاع بالمليمتر. الجنوط عندنا الكفرات والجنوط مقاس 18، عندنا الله يسلمكم 235 على 55 18. في فئة من هذه أصغر منها شوية، نفس المحرك بس صفين ركاب، ما هي توربو، المواصفات أقل، فاسمها S6. طبعا ديك ما شاء الله شغالة ممتازة الآن مع شباب كثير، مع أوبر وكريم، فبيستخدموها على حول 55 ألف ريال سعر السيارة، فشغالة معهم كويس ما شاء الله. هنا طبعا أفخم، مواصفات أعلى، درجة أعلى، الجلد طبعا ما شاء الله مخرم، الكاميرات 360 درجه، 8 ارباقات تقريبا، مواصفات يعني حاطينها جماليه، وثلاثه صفوف ركاب. وزي ما قلت اعتمدوا على انه السياره مبنيه انها لكزس، واخذوا من يعني من تاريخها انها انتهت كلكزس اخذوها وكملوا فيها، انهم يوفروها بسعر يكون طبعا ارخص من لكزس ويكون متناول واقرب نظريا او نسبيا للجمهور، انها لكزس قديمه بس مجدده بسعر 75 او 85 حسب المواصفات. هذا الله يسلمكم الصف الثالث للركاب، تتفتح وتطبق الكراسي الصف الثالث. هنا الله يسلمكم من الأشياء الجميلة، عندنا هنا إيرباك في الكراسي، عندنا هنا في العمود القائم في الوسط البي بيلر إيرباك أهو، شوف كلمة إيرباك، وفي عندنا هنا في الأي بيلر في العمود القائم الأمامي إيرباك، وفي عندنا في الصف الثالث ورا هناك في اخر السقف ورا الله يسلمكم اهي شايفينها كلمه ايرباك. فعندنا حفله ايرباكات لحمايه الركاب وسلامتهم باذن الله. الكراسي جلد مخرم، ويعني من ضمن الاشياء الممتازه تكييف بارد حق السياره، الكراسي جلد مخرم برضو لعمليه التهويه والتبريد. عندنا كمان فتحات تبريد في الكرسي الخلفي هي موجوده عندنا هنا. هذه داخلية السيارة، طبعا العدادات جاي من الخارج، هذه الثلاث العدادات جاي من الخارج شكلها كأنها عدادات رياضية للي يحبوا السيارات الرياضية، واللي افتكر من زمان النيسان الزي اكس كان يجي العداد التوربو فعلا في النص هنا مكان ما عندنا هنا البوصلة. نفس الشاشة ما تغيرت، 360 درجة الكاميرات، زي ما كنت بقول الله يسلمكم الكاميرات 360 درجة. فعندنا هنا الجزء الأمامي
خلفي يسار ويمين، هذه كلها شيء جميل. الكراسي عندنا جلد الله يسلمكم جلد مخرم بالكامل. السيارة ما شاء الله جديدة، شوفون حتى لسه بالنايلون عليها، والوكالة ما قصرت. في عندنا من ضمن الإضافات فتحة سقف، فتحة سقف اهي، فتحة سقف بانوراما، وعندنا جهاز حق الفلتر حق الهواء حق التكييف لفلترة الهواء وتنقيته. وعندنا هنا الله يسلمكم من ضمن الإضافات اللي كنت بقول عليها الأوتو ديسند، لعملية محافظة على السيارة في يعني بلاش أوتو ديسند، خلينا الهولد في الصعود أو الهبوط، إذا على كوبري إذا على تل على مرتفع صعود الشارع واحد يكنك الله يريح رجله، إنه السيارة هي توقف لوحدها. هذه العدادات الجانبية على يسار السواق، وزي ما قلنا السيارة ما شاء الله فيها أرباقات كاملة. كلمة BYD build your dreams، ابني أحلامك. هنا في زر ناقص أعتقد احتمال يكون لدفع الرباعي لبعض الدول في الخارج. هذا الله يسلمكم الفلتر الهواء الداخلي والخارجي، نظام العيار الهواء الداخلي، معيار التنقية حقتها قديش، حتى عندنا هنا التلوث بحكم إننا بنصور، بحكم إنه إحنا هنا بنصور في معرض مقفل شوية فبيورينا، ومع ذلك لسه عشان ايش دوب مقفلين على باب، مع ذلك شوفوا ما زال نظيف، لسه ما وصلنا لل 115 150 250. جيدة لا بأس فيها، ما هي مرة واو لكن لا بأس فيها، على انها سيارة ما هي رياضية لكن لا بأس فيها ابدا، ودفع امامي. والحلو هنا كمان عند الله يسلمكم انه عدد دورات المحرك، غير انه بتطلع كعداد، عندنا لو حابب احد يشوفها بشكل الكتروني بشكل سهل هي موجودة هنا، عندها 1500 دورة، 1700، 1900، 2000. مستوى الازعاج 67 دسبل، هذا مستوى عزل الصوت. طال سلمكم احنا جربنا السيارة S7 الفيس ليفت، الفئة الأعلى أجمل، فيها إضافات مهمة، الضمان 5 سنين 150 ألف كيلو. حنحط لكم جدول حق أسعار الصيانة وقطع الغيار، بصراحة الشركة دي مجاوبين معي كل ما أقول دين مقارنة بأسعار قطع الغيار عشان الناس تشوفها، والله يا ما بيقصر يعني، أنا باخذ المعلومات حقتهم ونشوف اللي في السوق وبنجمع لنا جدول كده. ف يا ريت، انا حاكي كتب الشركات تقول لك لا انا بس اديك السياره بطلوع الروح عشان اديني السياره، وتتكلم بس على السياره ما يدون قطع غيار. ف وانا احاول دائما قد ما اقدر اني اعطي تقرير كامل. الان الله يسلمكم الفيس ليفت اجمل من اول، السياره فيها مواصفات جميله، اللي يبغاها كسياره استخدام داخل المدينه لاستخدام عيله، سياره 3 صفوف ركاب بسعر منافس، سياره ممتازه. في اسماء اكبر شويه زي نيسان مثلا قد تكون بنفس السعر لكن المواصفات حتكون اقل. فهنا وفي عندنا كمان الرينو الكوليوس، هات يعني عشان تديك نفس المواصفات تلاقي نفسك وصلت قريب ال 100,000، هنا بيعطيك على حول ال 85,000 وفي ال 75,000. فهذا يمكن سعريا السياره فيها مواصفات جميله حلوه، وفعلا السياره بصراحه اداءها لا باس فيه ابدا، من جوا الجلد الفلتر حق الهواء، يعني خصوصا عنده ممكن عنده حساسيه او غبر او امراض صدريه لا سمح الله احيانا مع العج، فبيساعد شويه في عمليه الفلتر انه بيريح الناس داخل السياره في ناحيه الصدر. السياره بشكل عام زي ما قلت جميله، مواصفاتها حلوه، 3 صفوف ركاب، فالسعر هي لوحدها بمواصفاتها جميله، من يوم ما تقارنها بسيارات ثانيه ممكن يكون في تداخل او تفضيل لبعض الاسماء. بيلدر دريم او BYD
ما اعتقد لما سارت له مستقبل كويس ما صارت، بس انه عمليه الانتشار كل ما ينتشروا اكثر، وكل ما انه الناس تسمع فيهم اكثر ويلاقوا مراكز الصيانه والخدمه منتشره اكثر، اعتقد انه ساره حيكون لها مستقبل كويس. الشركه ما بتكلم معها في الناحيه دي متفتحين، بالعكس بياخذوا اراء كثير، اعطوني زي ما قلت ساعدوني في اسعار قطع الغيار، وقالوا احنا عندنا خطط توسعيه، بس تعرفوا الامور هذه ما بتجي في يوم وليله، لكن بشكل عام ساره جيد. السياره قالت مواصفات جميله وايرباجات كامله و360 درجه زي ما هو حساسات، ناقصه مناطق عمل للاسف ما موجوده. طبعا الهيد اب ديسبلاي يتمنى في السيارات ان يكون الهيد اب ديسبلاي موجود في كل السيارات، الهيد اب ديسبلاي اللي هو شاشه العرض على القزاز، ولكن مواصفات زي ما قلت مواصفات نفس السياره كمواصفات جميله، لكن ناقصها الهيد اب ديسبلاي، واتمنى يوم عفوا ناقصها المناطق العمياء، واتمنى يضيفوا لها هدف رباعي حيساعد كمان في بدايه السعر، حيساعد السياره. تماما، شكرا لكم متابعتكم، وان شاء الله قدرنا نديكم ملخص مفيد على السياره هذه ولتجارب ثانيه كثير. شكرا لكم.